مساء النور يا كابتن ميدو. اهلا بيك يا فندم، ازي حضرتك؟ اهلا بيك يا كابتن. كابتن علي، بعد اذنك طمني. يعني انا عرفت ان يعني النادي الاسماعيلي عنده مشكله ان هو مش عارف يقيد اللعيبه بتاعته في القايمه الاولى، وانا بالنسبه لي ده كلام مستغرب او كلام غريب جدا، لان الطبيعي ان المشكله بتيجي في القايمه الثانيه في اللعيبه الجديده اللي انت بتقيدها، انما اللعيبه اللي انت اوريدي بتمتلك عقودهم وعايز تقيدهم ما تعرفش تقيدهم بسبب مستحقات قديمه، اعتقد ان دي مشكله كبيره وجديده يا كابتن علي. دي وفي نفس الوقت يا كابتن ميدو، يعني 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 انا بشوف ان الرسوم برضو زادت قوي ومبالغ فيها. انا في انديه شعبيه بتادي رساله، انت بتبالغ في الرسوم. يعني انا النهارده مطلوب مني 10 مليون، السنه دي مطلوب 10 ونص. طب انا اللي باخده من الـ من الـ من الـ من الشركه الراعيه، وباخد انا باخد 30، يعني انت تاخد ثلث اللي انا باخده، يعني دي نمره واحد. لا، لازم، دي اسمها كره، اللعبه الشعبيه الاولى دي لعبه شعبيه. النهارده ان حتى بعد ما الانديه الشعبيه تختفي مش هتبقى اللعبه الشعبيه. فانا بتكلم النهارده في ظروف صعبه، ومش عايز طبعا انكر ان في مخالفات جسيمه تمت من مجلس الاداره السابق في ابرام عقود الاسماعيلي، ولا اكبر الانديه في مصر يتحملها. صحيح، يعني حاجه لا تتخيلها من صحيح. عقود مبرمه وشكاوي ورا بعض ومفيش فلوس، رغم ان انا عملت تحذير وشفت الكلام ده بدري وقلت لهم يا جماعه انتوا بتعدوا مبالغ كبيره، النهارده انتوا عندكم فلوس هتدفعوا. كلمت رئيس النادي بشخصه، قلت له يا باشمهندس يحيى، انت النهارده معاك فلوس؟ لان انا شايف دي ارقام تفوق ارقام النادي الاسماعيلي، والنادي الاسماعيلي دخله قليل. لا فيش بالعكس كله. يعني طب كرمته يعني ايه يا كابتن علي؟ يعني لما حضرتك كلمته انا عارف ان حضرتك والله كلمته وحذرته وقلت له يا باشمهندس يحيى، انت عمال تعاقد وتتصور وتعمل، وبعدين الاخر ان اسماعيلي هيشرب الكلام ده كله. وده اللي انا فيه دلوقتي، انا النهارده عندي مشاكل كبيره جدا، فكنتش متصور ان هيبقى في مشكله عندي في القيد الاولاني مع اتحاد الكوره. يعني كانت ناقصه بقى كده، لان انا بعاني من مشاكل كبيره يا كابتن ميدو، انت عارف نادي الاسماعيلي ومتطلباته، وبعدين يعني اعمل ايه؟ بس يعني انا لجنه وفتره معينه، وفي مجلس انتخابات جايه في 18 اغسطس. فقلت له انتظر لغايه ما يبقى المجلس يتعامل، لكن انا ما اقدرش ادفع حاجه دلوقتي لان معيش اصلا حاجه. معيش حاجه اقدر ادفع بيها. يعني وانا يعني من خلال وجودك يا كابتن علي معايا، انا عارف ان سياده الوزير الدكتور اشرف صبحي بيقوم بمجهود كبير جدا، وان هو راجل يعني المشاكل الملقاه عليه من كل ناحيه، اتحادات رياضيه مختلفه والخطه اللي موضوعه، ولكن لازم يبقى فيه قاعده على الترابيزه لحل مشكله النادي الاسماعيلي. لازم يبقى فيه يا جماعه الاسماعيلي عشان يقدر يعيش. انا بقول لكم الحقيقه والارقام، وكابتن علي معايا هو هيقول لكم، الاسماعيلي عشان يقدر يعيش كويس لازم يبقى ضامن ان هو داخل له 150 مليون جنيه على الاقل. اقل من كده جنيه الاسماعيلي هينافس على الهبوط. طبعا انت بيخش لك 30 يا كابتن ميدو، يوم بالعافيه يوم ما تزيد 40 ولا حاجه و40، طب يعملوا ايه دول؟ يعني هيفضل الاسماعيلي دايما بينافس على الهبوط؟ لا، يعني لا. وبعدين يا كابتن ميدو، الاسماعيلي على مدى تاريخه وعلى مدى السنين، معلش يعني بيدي منتخب مصر، يعني طبعا. يعني ده مصنع كوره الاسماعيلي، فما ينفعش يقفله، لان احنا ياما منتخب مصر ده لغايه النهارده لما بتكلم على علي جبر وحجازي والسوليه وعبد الله وفتحي وحسني وحمص سيد معوض، ما اقول خالد بيبو ومحمد صلاح ابو جريشه محمد محسن، يعني هقعد اعد من هنا بكره. الاسماعيلي جه عليه وقت ما كانش بيقل على الاهلي والزمالك في اللعيبه اللي في المنتخب. صحيح صحيح. فيعني غير مقبوله، يعني ان انا بيحملني حاجات. طبعا في اخطاء حصلت، انا بقر ان في اخطاء من قبل الادارات السابقه حصلت طبعا، وما كانش حد بيحاسب، لكن انت برضو كان المفروض، انا بشرك معايا اتحاد الكوره في المشكله، لسان انه كان لازم يكون مراقب جيد، لان ما الاقي الاسماعيلي شاطح وامكانياته قليله كان لازم في حد يقول له لا تعالى اقف هنا، انت ما تعديش ميزانيتك. ما هو كابتن علي، احنا بنطالب ليه ان يبقى في فاينانس فير بلاي او اللعب المالي النظيف في الاتحاد؟ ايوه بالظبط كده. مش عشان على فكره مش عشان نعطل الانديه الكبيره، عشان نخلي في ضوابط، مش اي حد يخش يقعد على الكرسي في اي نادي يصرف ويمضي عقود بملايين ملايين 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 وانت مش عارف الدخل بتاعه ايه. ما هو ده اللي احنا فيه دلوقتي، هو حد دخل مضى عقود ومشي وساب العقود على النادي.
يعني اعمل ايه بقى؟ فانا بلوم اتحاد الكوره لانه كان لازم يوقف. تعالى انت دخلك ايه عشان تعمل لي عقود بالارقام دي؟ وبعدين لا تتجاوز ميزانيتك. انت لا تتجاوز، انت ميزانيتك قد كده، هات على قدها. يعني برضه ولاعيبه يعني ولاعيبه والله يا كابتن علي، والله باحترامي الكبير، ما يستحقوش الارقام دي ابدا، ولا كانوا ياخدوا الارقام دي في اي مكان تاني ابدا، أبداً. ولا في اي مكان. وعندي اشبال كويسه، انا عندي اشبال والله كويسه جدا. يعني انا لو اتصرف عليها او كده، لا انا عندي اشبال ولاد كويسه ولعبوا ماتش الاتحاد، منهم 4-5 لعب ماتش الاتحاد والله. يعني الاسماعيلي يا كابتن علي، الاسماعيلي والله عنده 6-7 من ولاد النادي، مش عايز اسمي حد عشان ما يعني ما اكبرش حد ولا حد، والله والله لو تم العنايه بيهم الاسماعيلي يلعب بيهم السنه الجايه وينافس على المربع. ما ينفعش يتعامل كده، ما ينفعش يبقى الدنيا عامله كده معانا، ولاقيها في كل حته من كل بوابه، وحتى الاتحاد المصري وطبعا الرابطه، لان الرابطه هي لسان حال الانديه يا كابتن ميدو. صحيح صحيح. يعني فنتمنى بس يعني نتجاوز، لان عندي كم مشاكل كبير بعد كده ان شاء الله. يعني ان شاء الله يعني من خلالك يا كابتن ميدو، يا ريت الدنيا تبقى كده ويبقى في مراعاه للانديه الشعبيه. صحيح. كابتن علي ابو جريشه، اسطوره الدراويش وفكه الكره المصريه، بشكرك. ويا جماعه الناس والله صدقوني، واحد زي كابتن علي، واحد زي الكباتن كلهم الكبار في الانديه، كلهم بيحبوا النادي وعايزين يخدموا النادي ومستعدين ان هم يعملوا اي حاجه علشان خاطر ان النادي يبقى في احسن مكان، لان ده النادي اللي تربوا فيه والنادي بتاعهم، ليه فضل عليهم. لكن الناس دي متكتفين،